يعجز اللبنانيون اليوم عن وصف الفاجعة التي استفاق عليها أهالي بلدة أنصار الجنوبية، فبعد مرور 20 يوماً على اختفاء المواطنة باسمة عباس وبناتها ريما وتالا ومنال بتاريخ 2 من الشهر الحالي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة أنصار المواطن حسين فياض للاشتباه بمشاركته في عملية خطف العائلة بمشاركة المواطن السوري الفار حسن العلي، وأنهما نقلا الفتيات المخطوفات ووالدتهن إلى مغارة تقع في خراج البلدة المذكورة حيث تمت جريمة القتل. وبعد الكشف على المكان من قبل دورية من المديرية وفريق من الأدلة الجنائية في الجيش، تم العثور على الجثث الأربع حيث نقلت إلى إحدى المستشفيات لاستكمال الفحوصات المخبرية اللازمة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه وبنتيجة الكشف الطبي الذي أجراه الطبيب الشرعي علي ديب، فقد تبين أن الوفاة ناتجة عن إطلاق نار من سلاح صيد على الرأس فيما يتعلق بالفتيات الثلاث، وفي الرقبة فيما يتعلق بالأم. ونفى التقرير كل الإشاعات المتعلقة بتجارة الأعضاء، مشيراً إلى أن الوفاة حصلت منذ حوالي 20 يوماً. شعبة المعلومات تسلمت الموقوف حسين فياض تمهيداً للتحقيق معه حول الدوافع الرئيسية لهذه الجريمة، بعد أن أنهت مخابرات الجيش تحقيقاتها بعد إخراج الجثث من المغارة وفق ما أكد مراسل قناة الجديد محمد فرحات. يشار هنا إلى أن عائلة فياض كانت قد استنكرت هذه الجريمة في مقابلة مع الجديد، وأعلنت أنها تتبرأ من المشتبه به وتطالب بإعدامه في ساحة البلدة قبل دفن الضحايا. أولاً بدي أقول لك أنه أنصار بلدنا، وكل فرد بأنصار هو ابننا وخينا، ونحن نستنكر هذه الجريمة البشعة النكراء التي جريمة العصر التي أقدم عليها حسين فياض وشركائه، ويقال أن هناك سوري فار، فإننا نطالب بإنزال أشد العقوبات وفي طليعتها الإعدام وإعدامه في ساحة بلدة أنصار قبل أن يتم دفن الشهيدات الأربعة. هذا رأينا، لأننا نتبرأ منه كعائلة فياض وكآل عباس فياض وباسم والده وباسمنا جميعا نتبرأ منه تبرئة مطلقة، لأن الشهيدات هم بناتنا وأولادنا، وخاصة تربطنا بهم وبالجميع رابطة أخوة، رابطة كنت أنا رئيس بلدية أنصار السابق لي احترامنا من جدنا الأكبر إلى حتى اليوم. الأنصار كلها قاطبة تحمد بنا، ونحن نعتبر أبناء أنصار هم أبناؤنا وإخوتنا. وبحسب معلومات الجديد تتواصل التحقيقات لكشف كامل ملابسات الجريمة بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف المواطن السوري المتورط، بالإضافة إلى أنه تم تعميم صورته.